قرب هنا الله يجازك بالخير. اخوان تبارك الله عليكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شنو هذا الشيء؟ عنب. هذا العنب هذا كانوا كيجنيو كيديروا به البينو، ولكن باش يديروا به ذاك البينو خاصهم ضروري يخمروه، كيتخمر بصح هكا كيتكال عادي بحالو بحال العنب ديال البلاد، بحال بحال. ها انتم شوف دخلنا عليكم بالله، هاد البلاد ديال العنب هي فيها شي 4 القطارات هنايا، غادي ندخل لها الغنم انا تاكلها ان شاء الله بحول الله. كون كانت عندنا في البلاد هذه في اي دوله من الدول العربيه ولا الدول الاسلاميه كيف ما بغى يكون نوعها، واش غادي يخليوكم موليها تدخل ليها البهيم وتاكلها؟ هذا هو السؤال المطروح. عندنا فين كان في البلاد اي دوله مسلمه ما بقاوش كيجنيو هذا العنب، هذه الشركه ما قبلاتش منهم العنب، ما بقاتش قبلات منهم العنب، كتقول لهم صافي هذاك العنب راه انتهت الصلاحيه ديالو لان الداليه كبرات، ولكن هي باقا كتجيب العنب عادي عادي. هذا يقدروا يجنيوه ويديوه للسوق ويبيعوه ب 20 درهم 25 درهم كما نقولوا حنايا، جوج اورو 50 حتى الجوج اورو ما يوقفوش عليه في السوق، يتباع طاير. ولكن هما هادشي ما كيعطيوش للمواطن، هادشي باقي صالح للاستهلاك ويقدر يتباع بسم الله. انا ما كتعجبنيش الجلفه ديالو، كناكل العظام وداكشي ولكن الجلفه ما كتعجبنيش. حلو تبارك الله، العسل معسل، ولكن مكتاب للبهيمات غاديين ياكلوه البهيمات والسويرح والعائله ديال السويرح. كل كنا في البلاد هذا ما يخليوكش تاكلو حتى انت، انت ما يخليوكش تاكلو، هنا لا فابور انا والبهيمات ديولي نعرقوها عنب ان شاء الله. دعوا معنا وما تنسوناش من الدعاء جزاكم الله خيرا. هاد الشيء موجود هنايا في اسبانيا، موجود كاينين بعد الفينكات اللي ما كيجنيوهمش مواليهم وكيخليو البهيم الدخول تاكل اما العنب ولا الزيتون، اكثر هي الزيتون كتاكلو كياكلو الماعز لان كيكون عالي على 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 البهيم. راكم عارفين انتم البهيم ديما كتاكل اكثر هي الماكله ديالها هي اللي كتكون في الارض، ما كتاكلش من الشجر، انما هو الماعز كياكل من الشجر. اللوز كذلك ومثال، هذاك اللوز اللي كتشوفوا فيه كامل راه باقي عامر تبارك الله، راه كاينه واحد 6 القطارات ديال اللوز ولا الله اعلم شحال، كتشوف بالعين ديالك ما كتحدوش كاين هنايا وكاين في الجهه اللورانيه. اما هاد 2 قطارات والله مع 3 ديال العنب تبارك الله، شوفوا راه باقي العنب ممتاز. ها انتم شوفوا راه كيبرق حلو. يجيو عندك الضياف تحط لهم العنب النمره 1 تبارك الله حلو. قلنا بسم الله والله ما شاء الله. شحال من واحد يقول لي يا خويا ما مغسولش، غاسلاه الشتا، صبات عندنا الشتا البارح تبارك الله ما نعاودش لكم واحد الرعده ما شاء الله. شوفوا اللي قريب هنايا وبغى العنب يجي يدي العنب، والله الا فابور راه غتاكلوا على البهيمه. انا كنعلمكم نوريكم واحد النوع اخر من العنب، هذا غناكل منه نشبع وغنحطو للبهيم هنا تجي تكمل عليه. البهيم تبارك الله دابا زاكيه في هذيك الحصيده لان هذيك الحصيده فيها السبوله، فيها الزرع موجود. نوريكم واحد كاين هذا اللي هو كحل، كحل غري ولكن من الداخل احمر سبحان الله. هذا الى خلاه الانسان حتى كرم يديرو زبيب، الله اعلم شنو سميتو باللغه العربيه بصح حنا كنقولوا ليه الزبيب، كنديروه مع اللحام وشويه ديال البصله كيجي حلو. عرفتو ياك؟ انا ما عرفتش شنو سميتو باللغه العربيه الفصحى. برشا كلي لك العنب مع راساتك خير موجود تبارك الله. هذا اللون هذا لون اخر غادي نوريه لكم، هذا لون احمر، هذا لون هذا نوع اخر احمر ما عجبنيش ما زوينش حامض، هذا احمر الله اعلم اش كانوا كيديروا به حتى هوايا، بصح ياكلوه البهيم واخا حامض ياكلوه الدنيا هانيه، والبهيم عزيز عليهم هاد الورقه ديال العنب. المهم غادي تجي تنقي لي هاد الداليه تبارك الله ما نعاودش لكم، غادي تردها غتخلي لي غير العواد
عنبه ما تخليها ليه وعود ما تخليه، تخلي غير دوك العواد القاصحين والجذر اللي شاد فيه، شاد فيه هاد الورقه واش. شوفوا تبارك الله، زيد هنايا ها هو الزبيب، ها هو زيد هنا ها هو شتو ها هذا هو الزبيب، شتو ها هو ولا زبيب. هذا كيتباع في الحانوت، كنشريوه من الحانوت كنديروه مع ستيل اللحم. حلو 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 بزاف. ما شاء الله تبارك الله، والله الا ما شاء الله. قال الله تعالى ينصر الدولة الكافرة لو كانت عادلة، هادو كفار ولكن ما كيخافوا من الدولة، هما ما هما يا خطار ولكن كيخافوا من الدولة بزاف، لأن القانون هنايا ما كيعقل على حتى واحد، كي عندك الفلوس كي ما عندكش الفلوس بحال بحال، كلشي كيعيش مساوي، عندك ولا ما عندكش تعيش بحالك بحالهم، عندك ولا ما عندكش تمشي للسبيطار بحالك بحالهم، عندك ولا ما عندكش تمشي تقضي اوراق بحالك بحالهم، الدنيا هانيه ما كاينش اللي يقول لك شحال في الساعه، كتشد الرانديفو ديالك وكتمشي. وحاجه اخرى عاوتاني، الطب، الطب هنايا وي 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 كون شتو الطب ديال البلاد وتشوف. حنا عندنا حاجه وحده في البلاد طبه، ما كيخافوش الله، بلا ما يكون شي طبيب يتفرج فيا ويقول لي انا كنخاف الله بينك وبين مولاك، هذيك حاجه باينه اللي كيخاف الله راه بينه وبين مولاه. طبه كتمشي عندو كتدوز كتلقاه داير ليد مع مول الفرماسيا اللي كاين لتحت، كيكتب لك ورقه ديال الدواء قداش شناهي، ما كيسولكش واش كضرك المعده، واش عندك شي مرض مزمن، واش عندك شي حاجه، واش هادي، واش كي واش عندك شي واش عندك شي واش الدواء كيدير لك شي امراض اخرى ولا. هنا اول حاجه قبل ما كيكتب لك الطبيب الدواء حتى كيسولك، يقول لك عندك شي مرض، عندك الضيقه، عندك الحساسيه، كتخناق، عندك شي مرض اللي هو انت يا حاس به، كتقول ليها ودي لا، كيكتب لك هذيك الساعه الدواء اللي خاصك تشرب. الا كان عندك شي مرض كيقلب لك على الدواء اللي يناسبك. حنا لا، ما كيسولوكش، طاقي عمر لك ميلف عاد قعد سير شرب. الوالده مسكينه مشات دوزت على الركابي، عطاها الدواء خرج ليها على المعده، الله يخرج ليها، الله يخرج ليها الراس هذاك الطبيب اللي عطى الوالده الدواء، الله يعطيه العذاب ان شاء الله من هذا المنبر. دعيو معاه، لان الطب راه مسؤول على الصحه ديال الناس، مسؤول. انا عصبوني صراحه. يلا اخوتي تهلاو في روسكم، السلام عليكم وتحيه للوالده ديالي من هذا المنبر، والله يجيب ليها الشفاء.